اهلا اهلا فندم المغرب حبايبي. طبعا اكيد طبعا كل المغربيين عارفيني، عارفين زمان فن الجميل وافلامي الجميله طلعت لك وشارع الحب وحاجات الحلوه دي، كل العلم سيادتك من المحيط للخليج عارفيني. المغاربه كلهم كيحبوك خصوصا وانت طفل ومع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ وفنانين كبار واسماعيل ياسين عبقري جميل. والله احنا كلنا فن زمان جميل ده فن لا يعوض، جميل جدا. ليه؟ كان زمن البساطة، الإخلاص في العمل، حاجات جميلة طبعا. وإحنا النهاردة جايين نعمل تدبين أو حفلة 40 للفنانة الكبيرة شادية. طبعا هي مش ميتة، ولا والفنان العظيم زيها ما بيموتش ويبقى باقي. وإحنا بنحبها جدا، وأنا مثلت معها فيلم عبود الجماهير، كان لقطة صغننة كده بس كانت بتحبني قوي، لأن هي ساعتها ما كانتش عندها أولاد فكانت بتموت فيا، واد زكي صغير دمه خفيف. أستاذ أحمد، المغاربة والعالم العربي ككل ما زال كيتذكر الرقصة اللي كنتي درتيها في واحد الفيلم شارع الحب، فيلم الرقصة كانت رائعة. شنو الإحساس كنت كتشوف راسك؟ المخرج الكبير عز الدين زفكار قال لي أنت هترقص مع عبد الحليم حافظ في قلوله، قلت له ارقص ايه عز بس وكده، قال الرقصه دي ده تعبيره هو هتخربش في دماغ الناس 50 سنه، بقى لنا 55 سنه بخربشها في دماغ الناس. شوفي جماله، شوفي تفكيره، هو عارف انها هتعمل حاجه الرقصه دي. شحال كان في عمرك؟ 8 سنين ساعة 8 سنين هنا وده بشحال في عمرك؟ لا 12 كبرت بقى. كام عمرك كام ده؟ على المعاش. يعني كام؟ يعني المعاش. كنت سبت التمثيل شويه واشتغلت في رئاسه الجمهوريه عندنا في مصر مكتب الرئيس، واتحلت على المعاش. كلمه اخيره لشفتي بجمهوري كده حبايبي، جمهوري العظيم، جمهور الفنان، جمهور ده ما فيش حد فيه ما بيعرفش يفن، يعني اللي ما يعرفش يغني ما يعرفش يمثل، جمهور كله حساس وفنان. وانا بقول لكم مساء الفل و نعم وشوفت فيه. وكمان هقول لك كمان، ودي شادية حبيبتي، وده بندق احمد فرحات او فصيح السيما المصرية، وانا معاكم على طول، ويا ريت يعني سلامي لكل مغربي ومغربية. ان شاء الله نشوفك ممثل في المغرب. يا ريت والله. تبارك الله عليك. السلام عليكم.